اهلا بحضراتكم في حلقه تانية عن الدراجون فروت. قدمت لكم قبل كده الدراجون، الوانه، انواعه، طعمه، ويطرح ازاي، والانواع المختلفه. طيب انا النهارده زي ما انتم شايفين، انا على فكره سبت الحاجات دي تنمو اكتر من اللازم علشان اقطعها او اخد عقل بتاعتي قدام الكاميرا. ناس اصحابي كتير جدا بيقولوا لي يا شردي انت بتعمل عقل الدراجون فروت ازاي؟ يا جماعه الدراجون فروت مداد، صبار مداد، ولو انت سبت له يشتغل زي ما هو عايز، على فكره هو مش هيطرح لك كتير الا لما يكبر قوي، وهيطلع من الجنب وهيطلع من فوق وكذا. انت اللي بتختار تحركه ازاي، انت اللي بتختار انا عايزك واطي، عايزك تطلع فوق وتنزل، وده الافضل، انت اللي بتختار له. عشان كده انا النهارده، وخدوا بالكم ان دراجون فروت فيه شوك، ليس بالضرورة في قوة الصبارات. يعني انا عندي هنا لو تلاحظوا ادي عقلة هي كبيرة، ودي طرحة على فكرة. يعني انا الوقتي بادي ابص، ده اهي دي طويلة اكتر من اللازم اهو، ومادة. طيب انا عايز اخدها واحضرها ان هي تبقى عقلة، هي رفيعة على فكرة. الدراجون فروت بيرفع لما يكون في ظل قوي، هيشتغل معاك بس هيطلع رفيع ومسرول. لما يشوف شمس، بس مش شمس قوية جدا ودائمة جدا، عشان احيانا بتضطر تغطيه في الصيف شوية عشان ما يتحرقش منك، انما يتخن. يعني العرض ده هو المطلوب، الرفع ده اكتر من اللازم. انا هاجي على ده اهو، بصوا عود قد ايه طويل قد ايه اهو، شايفينه عامل ازاي؟ خدوا بالكم الدراجون فروت من اقوى العروق. يعني انت لو بتتكلم على عرق جامد انت شايفه كده، لا بص بقى عشان اقصه، انا باجي على منطقة اهي، شايفين هنا العقلة دي، هنا في عندي عقلة هنا اهي، لانه متواصل زي العقل دي، عقلة طويلة شوية اهي زي دي كده، بصوا دي عاملة ازاي اهي، دي العقلة بتاعته. انا باجي على عقلة زي دي كده هنا، وهروح قصصها اهو، اريح الشجرة من ان هي تشيل، وكده طلعت بعقله من العقل بتوعي. طب هل انا هزرع العقله دي كلها زي ما هي؟ على فكره في ناس ممكن تعمل الحركه دي، وفي ناس ممكن تعملها عقلتين، وفي ناس ممكن تعملها ثلاث عقل، وفي ناس ممكن تاخدها علشان ده الاحمر وتطعمها على ام بيضه. تطعمها يعني ايه؟ يعني تاخد منها حته قد كده وتروح مركبها على ام بيضه، فالأم البيضة بتغذي أسرع من الأحمر وتكبرها وتطرح بيها. آدي حاجة. طيب أنا كده ريحت الشجرة عندي شوية، ولكن أيضا ملاحظ إن ممكن الشجرة دي تكون محتاجة إن هي تتربط بشكل مختلف. أنا رابطها أساسا زي ما قلت لكم لمجرد إن أنا أنقلها لكم. بصوا أنا هعمل كده أوريكم حاجة. آدي الشجرة أهي، بصوا طرحة فين، دي عايزة تطول قد إيه أهو، ولكن أنا حاسبها كده وحسندها كده لغاية لما تخلص الطرح بتاعها. بعض الناس بيجي يقول لي ويسألني ويقول لي الله الدراجون فروت بتاعتي طلعت جذور. شايفين ده؟ ده مش جدر، ده احنا بنسميه جدر هوائي. ده جدر تثبيتي. يعني ايه تثبيتي؟ يعني يطلع من الشجرة او من الفرع ده علشان يمسك ويتسلق، عشان يمسك ويتسلق. هو بيقول لك كده اسندني اسند، اسندني اسند، هو بيدور وبيعمل كل هذا الكلام علشان كده. ده كاتنج احمر، نفس الحكايه بتمشي مع الكاتنج الابيض على فكره، وانا عايز اوريكم لان انا عندي واحنا بننقل الزرع اتقطمت مني فرع. في ناس بتزعل قوي قوي، انا ما بزعلش ابدا، لان انا بعتبر الفرع اللي بيتقطم ده عباره عن فرع بيقول لو سمحت حان وقت ان انا بقيت اطول من اللازم، ومحتاج ان انا اتقص ويتاخد مني العقل بتاعتي اهو. بصوا احنا لفينه قد ايه، لفينه حوالين نفسه وربطينه كم مرة اهو، شايفين قد ايه ده كبير جدا جدا. طب ما انا عايز اريح الشجرة في الموسم واخلي الشجرة كم، خدوا بالكم كل فرع انت بتقصه هتروح ضربة هي ومطلعها فروع تانية، ما هي الام بتضخ غذاء هنا. فانا هروح جاي على ده اهو، بصوا انا هقص منين، انا هوريكم حجم
بتاع خبطت في وشي بس الحمد لله ما 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 ما, ما اخدتش شوكه اهو كده اهو كده عندي فرعين هشوف هنا ايوه ده اهو هنا اهو كده ده واحد كمان اهو ده واحد كمان اهو بصوا قد ايه تعالوا هنا كده لو نقدر نقرب شويه بالكاميرا انا هلفف ده للكاميرا هوريكوا حاجه اهو بصوا الكسره دي وانا بنقل شايفين اتقطمت اهي ولكن ماسكه نفسها على فكره الدراجون فروت العرق الوسطاني بتاعه قوي جدا فهتلاقوا اللحمه بس هي اللي شقت اهو حتى لو انا جيت بالسكينه عشان اشتغل لازم اعمل كده جامد عشان اشق العرق تاني اهو شفتوا عشان العرق يقطع ولكن انا قصيتها عادي جدا ما حصلهاش اي حاجه وهتستمر اهي كاتنج بصوا بقى ده طالع تحت ماشي هسيبه ده طارح ده طالع مزنق وده طالع زنقه طب ما انا اعمل كده ادي كاتنج اهو واعمل كده ادي كاتنج يبقى انا اللي سبته الحته الفوقانيه بتاعتها فتبدا تتخن وتبدا تديني تاني في هنا لو نزلت لقيت حاجه طالعه بس طلعت بقى وصلت لغايه فوق فانا سبتها انما حاجه على ده اللي تحت خالص ده ودي ام حلوه ومحتخره جدا وملهاش اي لازمه في الحته الصغيره دي وتتحول لوحدها لو انا قصيتها كده اهو الى عقله اخرى انتوا خدتوا بالكم بس من شجرتين انا خدت كام عقله طيب انا عايز احضر دول ان هم يتزرعوا في ناس بتاخد العقله زي ما هي كده وتروح حطها في رمله صفرا هتشتغل اه بس بعد 3 4 ايام هتشتغل بس هنا منطقه ناشفه شويه انا شخصيا عملت حركه ودي شفتها عن الاجانب بيعملوها دايما مع الدراجون فروت ان انا باجي شايفين الحته دي اهي انا باجي اروح مقشر دي كده بصوا عملت ازاي واروح مقشر دي كده اهو واروح مقشر دي كده انا اللي عملته شايفين عرضت وكبرت المساحة اللي ممكن يطلع منها جذور في الارض هسيبها تنشف بس في ضلة وحاجي بعد 4 أو 5 ايام واروح زارع الدراجون فروت واسيبها واسقيها قليل قوي الدراجون فروت عدوه الاول المية الكتير وارجوكم ودائما وفي كل حلقة هفكر حضراتكم اوعوا تسقوا الزرع على طول على الزرعة اسقوا الزرع بعيد على الاقل من اي ساق ب 10-15 سنتي صدقوني المية هتوصله التربة هتوصل انما لو انت سقيت على الفرع ده وتبل منك كتير انت حكمت عليها بالاعدام تماما اذا انا امام اهي كده هسيبها وهبدأ ان انا الباقيين انا مش عايز العقل بتاعتي تكون طويلة وكبيرة انا عايزها صغيرة وتبدأ ابدأ ان انا اعملها واحضرها اهو كده حتى دي المقصوصة هسيبها كده اهو هتشتغل معايا كده اصبح عندي كام عقلة طبعا انا عارف ان الرسائل هتهرين الوقت شردي ابعت لنا عقل اول ما الحلقة دي هتتزاع كله عارف بعملها ازاي بعد كده اسمحوا لي اوري حضراتكم ادي عقلة بقالها سنة اهي بصوا عملت ايه اهو عقلة اتقصت اتحطت راحت ضربة يمين وشمال بقالها سنة اهي هل انا عايز كده انا عايز كده بس انا عايز الاتنين دول ومش عايز التالتة دي هروح جاي على التالتة دي عشان اخف على الشجرة واخليها تطلع لفوق واروح شايل ده اصبح عندي عقلة اهي كده
امتى ابدا كده بدات محتاجه ان هي تتسند، تتعمل لها تريلس خشب اركبها جنب شجره عندي واربطها، اركبها جنب حيطه واسندها عليها وتبدا تشتغل وتكبر وازود لها التربه بتاعتها. تقدر تعيش كده، تقدر تقعد كده 10 سنين في البتاع الصغير ده، بس هتسرول وتبقى رفيعه. انا عندي حاجات كانت موجوده وكنت ناسيها شويه، على فكره طرحت وهي قد كده. ليه؟ لان انا بقص منها دايما. ما انت لما بتقص بتجدد، لما بتقص يعني انا لو جيت على حته زي دي واقفه كده وعطلانه ورحت قصص من هنا كده اهو الطرف ده، شايفين قصتي من الطرف ده؟ هتخليها تضرب من العيون دي وتطلع تاني، ولو انا قصيت الطرف ده هيخليها تنشف وتروح ضربه فروع تانية، بس انا عايز الفرع الحلو اللي طالع من امه ده يكبر معايا قدر الامكان علشان اسنده ويشتغل على الخشب زي ما انا ساند هنا. على فكره الخشب ده من اختراعي يا جماعه، ده رحت النجار وقعدت وصفت له انا عايز اعمل ايه، وفي منه احجام. بصوا عامله ازاي، انا اهو ادي خشبه اهي، وده مجرد قصريه زرع سودة عاديه جدا، انت مش محتاج تجيب الحاجات الغاليه، وخشب عادي جدا تحطها فوق السطوح هتنبسط انبساط، وتقدر تركب لها خشبه زي دي. يعني ده يقدر يشيل دي كلها ويشيل كل الامهات دي وتطرح معاكم. بكده انا قدمت لكم الدراجون فروت وقدمت لكم شغل، وزي ما قلت لكم مره اخرى الدراجون فروت مش محتاج منك تغذيه كتيره، الدراجون فروت محتاج منك تغذيه بسيطه 4-5 مرات في السنه علشان يقدر ان هو يديلك ويديلك كويس، وهتستمتع بيه جدا وهتستمتع بطعمه جدا. بشكر حضراتكم على المتابعه، نشوفكم في حلقه تانيه. شيردي جاردنز.